الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه والداعين بدعوته والسائرين على منهجه وشريعته صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته ولزوم عبادته وكثرة مخافته ودوام مراقبته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد، فيقول الحق سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. برايد بسلمان خشكت بسلمان دفير وجا مباريدا في هيفا مبارك يا بخير يا بركات هيفا بنا بيغنبري حبيب صلى الله عليه وسلم أمهمي بيغفا أت إخلاص أجدل أم دعاش خدي تعالى كين رب العالمين أو كست وكو حش بيغنبري كان صلى الله عليه وسلم والسر كوي والسر منهجي رب العالمين وان موافقة وان كتهضلت بيغنبري صلى الله عليه وسلم البحشتا أخذ تعالى وأوكست وكو حتى في لحظة ركا بيغنبري نجلتي صلاة خذ تعالى لابن أددير أنجي ابنفيان أنجي بهرنجي يعني ويبتن كوان بريخو ندا يا منهج بيغنبري صلى الله عليه وسلم أو ديني أو بهاتي رب العالمين أوان إصلاح كتن وأوان شيكة أوان جي بجهني تاب سلمانا البرويهن دي دوشار مزار نبن رجا قيامتي وقت عالم جيد قرنو بريهن دي قد دانا جهنمي أبت معاند أبت مكابر أبت وكو تنازلات نكرنا ونفسوان يعني قبل نكريك أو بنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبقوتن أبكريان رب العالمين وانجي بزبر جبر هندي تنكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم رحمة ببشرية همي خده تعالى يفريكري أم دلمي بوانفا اجبر هندي ام دعاء بودكين دلي ما يعني دلي بسلمانا موجبي منهجي ما موجبي ديني ما وإلا او بچنا جهنمي ام بئس المصيري يعني دي چزي دابد بوان كسام او بجن لا إله إلا الله محمد رسول الله اطلاقا. بس هدف بيغنبري صلى الله عليه وسلم وهدف بسلمانا واتباعت ويأوى كو خلقي باجبة خلشيري خده تعالى ندا دا بجهنا بيغنبري صلى الله عليه وسلم دا دبت رزقي وان شفاعته وي ودا تقلوي دا بن رجا قيامته أبايا أم أبينا موقفت ما أبنا أما مروفت جهنمي مروفت بضمير مروفت بوجدان أبيت وكو ضد الدين خده تعالى هنبين نقوت نتوان وهنبين كرياريتوان أو درقي جهنمي فتكن السروان ملتا يتهجار أبي وكو تابعت بيغنبري صلى الله عليه وسلم قال أو قال الشيطان وان قال الشياطين يتمحلي ويتغيري محلي هن بين مواقف وان شواننا ومواقف إسلامي مواقف إسلامي شواننا على أي حال أم دعاش خده تعالى كان خده تعالى ديني إسلامي في سربي ختن أم دعاش خده تعالى كان أو بزرارة ديني إسلامي بفت خده تعالى وبشكينتن أويت قال ديني خده تعالى بتخده تعالى وعزيز كتن وبسر بيختن
هش في قضي حتى روش هندك الدنيا هيا. آمين يا رب العالمين. بسلمانة عزيز أفرجت معروف مناسبة بنا بيغنبري صلى الله عليه وسلم الدازدي الربيع الأول يعني كبتا الشمية صبهي أبا أو هيفا يكو انقلابك كامل رب العالمين في الدنيا ذاكري اشتارياتي يعني راكري وروناهي إنا يا الدنيا ذا بنا بيغنبري صلى الله عليه وسلم چنكي طارياتي شوية طاريتنين الطاريا طارياتك كفر وشيرك وبيديني وزندق طارياتي هر اوى اوى ظلمات بعضها فوق بعض عالم بشريات في طارياتي دابون فاطنا پیغمبري صلى الله عليه وسلم بريوان دا روناهيا رب العالمين بلا جكتور بليت رب العالمين سبحانه وتعالى نور بل نورا خده تعالى روناهي بل روناهي خده تعالى رب العالمين بركته في پیغمبر دا دنیا صلى الله عليه وسلم اتعبرو كذا طبعا آخفتنا السر پیغمبر صلى الله عليه وسلم آخفتنا السر دين اسلامي يعني ش الف حتى ي دين اف دين عظيم يعني تو الكيد دي اخذي ودي الكيد راوستي چنك أبدينا يعويك رب العالمين نازلت يسر قلب پیغمبري صلى الله عليه وسلم يعني جبرهنده هر زاوية إسلام تبقى بخبي يعني پیغمبري قلده صلى الله عليه وسلم أجبرهنده أتفيرو جا مباري دا أم دعا ما جارك أدش خده تعالى أو خده تعالى ما عزيز كتن والمبكتن كما باريب خهبتن اعتزاز مهبتن أم تجرى شعورنا كأنك أم ضعيفين وأم بشارين وغير ما شماء بهسترة بقوتنا ما طول أم بسلمان بين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين خذي تعالى هصى نشامدت تجرى خكينا كأن ما طولهم بسلمان لأنك أو كماتي أو يا قاتلة أود بتسبب هزيمة بسلمانا رب العالمين بسلمانا بسر بخط إن شاء الله تعالى بركة قرآن بيروز بركة في دين عظيم البرهند اتشند نقطاك هندي وقت ما هبتن السر في مناسبة بنا بيغنبري صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى هجما رأيك قلي بسلمانا وكي مروفي باشيت قال مروفي كالدنيا ايضا ازبيج مروف تشجر باشيت وي اجبيرنا كتن يعني واجب مروف يمرو اجبيرنا كتن اقر او باشي يا رب العالمين بسبحانه وتعالى خالق البشر اقر او باشي يا بركة خده تعالى بدانا خده تعالى بلي باستي مروفكي كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم باستيوي وحاطناوي كو او خده تعالى داي وبويا پیغمبر رب العالمين امي بدايتنا وامد بويا بسلمان يعني واجب معاوك وام ابي فرصه ام ناكر الجميل نبي ما طول رب العالمين ابن عمتات قال ماكريا وام داي بسلمان واسطي ورساله او ابو پیغمبر فريكر صلى الله عليه وسلم پیغمبر حبيب يعني اگر ام بخينين التاريخ خو ديروكا بسلمانا اگر ام بقين آيا وچن تضحية دانا حتى عبد نگهان جما اگر وضع عبابت ام في بزانين اري ما نواجب السرماء ام هما بيرا خو بي نفذي مناسبه ان ما نمناسبه اتعبرو كذا ام جارك ادي حجي كنا خوبو پیغمبري صلى الله عليه وسلم ام نيكي نفا بل حجي كرن اوات كبت الدل امروفي دا وجد الامروفي دار كبت بتواقع امروفي يعني قوتن او واقع او عمل هرمتك دا ما نواجب ام حشفي پیغمبري بكين صلى الله عليه وسلم كومنا من طويل سرما بواسطيوي ام بسلمان بوينا بلي والله يا فرا قلك وقلك وام بين نبي راخون جبر هندي جارك ادي هجمارا ايك ام نتكينا بحشيك ناخوب پیغمبري صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله تو الدلي بسلمانا دا قلي بقدر تري عزيز تري حتى شرحها بسلمانا چنك عبايا اساس ايماني عبايا
هر وكي مشتا زاني يا رسول الله ومشوان زاني اويت وكو بويا تلاميذتا ودرس دفتا خاندي يا رسول الله اجبر هندي قالي بسلمانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديثة كذا امرت كاتن لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده والناس اجمعين يعني نابتا ايمان خدان ايمانك كامل حتى مروفي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اش عالم همیا خوشتر ببیتن اش عیال خوش خوشتر ببیتن اش مال خوش خوشتر ببیتن اش رحا خوش خوشتر ببیتن شنی دی بیتا خدان ایمان که تمام بیرو باور یکت راست و درست یت کامل متکامل دی هو ثابته و الا نابیته يعني حجيك بس حجيك نا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكيبو مهم يا معلومة نقوت ناك ام دي بازمان خوبشين وإنما بيرو باورينا الدلم رو بدا يتقاهمت مكم